الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان مشهورا بين القوم بالمفتي، فهو يستفتى في الشيء فيجيب عليه، لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول: قضية ولا أبا حسن لها، أي أنها تكون قضية معضلة إذا لم يوجد أبو حسن لها فيحلها. وكان سيدنا عمر يستعيد من أن يوجد في مكان لا يوجد به سيدنا علي. وعندما عرف الناس عنه ذلك تساءلوا من أين يأتي بهذا الكلام، فجاءوا بلغز وانتظروا كيف يخرج منه، فقالوا: إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء، قوى تتسلط على قوى أخرى، وحاولوا الاتفاق على شيء أقوى من كل الأشياء. فقال واحد: الجبل هو أقوى الأشياء. وقال الآخر: لكننا نقطع منه الأحجار بالحديد. وبينما هم يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا علي رضي الله عنه، فقالوا له: يا أبا الحسن، ما أشد جنود الله؟ فأجاب سيدنا علي كرم الله وجهه كأنه يقرأ من كتاب، بدليل أنه عرف جنود الله وعرف الأقوى وحصر عددهم. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: أشد جنود الله حشرة. وكأنه انشغل بهذه المسألة من قبل ودرسها. قال: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستسر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. وبذلك تذكرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء معروف جدا عندما قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومن قال هذا الدعاء صباحا ومساء ذهب همه وقضي دينه.